السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب جميل قريته اسمه القيم الإسلامية في العمران المعاصر للمهندس أحمد فريد مصطفى. الكتاب ده للمهندسين وغير المهندسين، بيهتم بالقيم الإسلامية في العمران المعاصر وخصوصا في منطقة الجزيرة العربية وشمال أفريقيا. بيتكلم عن القيم الإسلامية في العصر الحالي اللي لا يختلف أحد إنه بيختلف كثير عن العصور الماضية من ظهور طرق حديثة وأساليب حديثة في البناء. بس إحنا بناخد القيم والمبادئ زي الخصوصية التامة في المسكن، ما ينفعش يبقى البلكونات داخلة على بعض وانا افتح كده يعني اطلع على عورة او اطلع على بيت جاري، فلازم تراعى الموضوع دوت. كنت شفتها اثناء احدى المحاضرات، البلكونة ابقى واقف فيها شايف كل الجيران اللي حواليا، فده مش صح يعني. الخصوصية التامة في المسكن، الفراغات الخارجية، مفيش رفض للتقنيات الحديثة، احنا بنرحب بأي تقنية حديثة بس المبادئ بنحافظ عليها. الكتاب فيه شرح مفصل وصور توضيحية كتيرة، وفيه حاجات للمهندس حسن فتحي زي قرية القرنة. ان شاء الله يعني يعجبكم الكتاب بإذن الله.